يعني عجبتهم الشقه ده سمكه؟ حلو قوي، انت هاتهم لي بقى على المكتب. بقول لك ايه؟ اوعى تجيبهم من الشارع اللي فيه الاعلانات بتاعت مكتب السمساره التاني، فاهم ولا لا؟ يلا يلا اتكل على الله، سلام. ما ينفعش كده يا هاني، لحظه واحده بس اديله خبر. جرى ايه يا ابو الكوامل؟ مش تشغل يا اخويا، عندك ناس بتفهم وعندها نظر. هي مشكلتها ان عندها نظر بس نورك زغلل عينيها شويه. انا اسفه يا استاذ ابو الكوامل، هي صممت تدخل على طول. لا لا، بتدخل في اي وقت، دي صاحبه مطرح. يلا اعملي لها عصير. حاضر يا فندم. ده العادي يا اخويا، بقيت استاذ وعندك مكتب، الله يرحم يا بتاع الشمسيه. اه يا اختي، ما الشمسيه دي يا ابو قديمه، ومن فات قديمه تاه، ولا يا برنسيسه؟ لم نفسك يا ابو الكوامل، ومبروك يا اخويا على المكتب. الله يبارك فيك. خير؟ عايزه شقه تمليك. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، وجالك قلبك تقول يا شقه تمليك؟ لا لا، على عشان ارتحت قوي. بقول لك ايه يا اخويا، انا مش جايبني ورا غير النق والنبر ده، خمس كده وقول ما شاء الله، بدل ما اخد بعضي واطلع على مكتب واشوف سمسار تاني. الله الله الله، ليه بس الالوان الغامقه دي على الصبح؟ انا عاوزه شقه خمس اوض في شارع جامعه الدول العربيه، يكون فيها حمامات ياما وبلكونات، وتكون بتشوف الشمس وبحر. وعاوزه كمان ايه يا بنتي يا توحه؟ عايزه المدخل بتاعها كله رخام ومرايات. شقه خمس اوض وفيها حمامات كتير، هتعمليها مستشفى صح؟ ما تبط وتكن بقى، بدل ما اروح اشوف حد تاني. لا لا لا، ولا ايه؟ اديني اسبوع هجيب لك شويه شقق كده وانت تنقلي. ماشي، خد ده العربون. يا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، بقينا نعرف العربون دلوقتي، كنا بنسميه زمان حسن. ماشي يا بتاع الشمسيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. جلسوا جلسوا. مين دول؟ دول زوجاتي. زوجاتك؟ انا افتكرتهم شغالات. ومنين بقى؟ من السودان والفلبين واريتريا. لا مش قصدي منين كده، منين يعني متجوزهم ومتجوزني؟ والله لو ما عاجبك ارسل لك ورقه طلاقك للحجه ثقه، توصلها قبل لا توصلي لها انت. هتطلقني يوم ما تتجوزني يا نهار اسود؟ انا متزوج فتره بسيطه، تبسطيني فيها، وفوق كل هذا يجيك اللي تبغينه. غير كذي مالك شيء عندي، فاهمه ولا ما فاهمه؟ فاهمه. طب يلا يلا خلصنا. ايوه كده، انا احبك فضلي. عالي قوي الصنف ده. قوي قوي يا سيد. اقعد يا واد على الارض يا منيل. معلمه بقى. لقمت الشاي؟ لقمته. ما حطيتش نعناع اخضر ليه؟ اهو انا حاطط زعروره اهو. زعروره؟ وانت عملت الحصان يا له. خلاص بقى فككم العوق ده، انا الفلوس اللي معايا خلصت، بقيت على الحديده. ومين سمعك؟ وانا كمان بقيت على الجنط. حلو قوي، يبقى احنا كده عايزين لنا خبطه جديده. ما تشوف لنا كام شقه من النوع المفتخر كده يا وز، عايزين نشتغل. والنبي يا معلم والنبي. بقول لكم ايه؟ انتوا لازم تتهدوا شويه. نتهد ايه يا وز؟ ده احنا مقشفرين واقعين من الدور ال 17. ما انت لازم يا اخويا تقع من ال 17، ده ممكن تقع كمان من السطوح. ما انتوا صارفين كل اللي ناهبينه على الزفت الهباب اللي ساطيلكوا طول الليل والنهار. طب ما تشوف لنا سريقه دوبل كده يا وز، يمكن نروح نصيف السنه دي في جمصه. ما تاكلش بدماغي حلاوه يا اخويا، احنا لسه خابطين خبطه قد كده والعين بقت علينا. انا بأمرك يا وز، وانا جوزك وبأمرك. ايه ايه ايه؟ جوزك وبأمرك. جوز مين يا روحي؟ جوزك. حوش حوش، رجاله ما يختشوش. الله الله، فيها وز مش قدام العيال. خلاص يا وز خلاص، هي العمليه دي وبعدين ناخد استراحه بين السرقتين. قوم بقى يا سيد، احب على روس الموديل عشان خاطر فطوطه. بوس ايدي زي الاجانب يا واد. خلاص. طب واحده بقى ملي. ملي بقى معلم، واحده كمان. انت اتجننت يا راجل؟ عايز ملي كمان يبوسني؟ لا انا اللي ببوس، الولاد بتتفرج بس. او النبي يا وز، عايزين نتفرج. يا دي النيله عليا، انا ايه اللي وقعني الوقعه السودا المهببه المطينه ب 60 طين؟
مين صايف؟ معرفش. يا بنت السلطان حلمك على الغلبان الميه بتغرق وعدويه عطشان. يا بنت السلطان حني على الغلبان الميه في ايديك وعدويه عطشان. على كوبري عباس ماشيه وماشيه الناس ماشية تبص عليك يا فرصة وانا على كفر يا عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليك يا حلو يا فرصة وانا ناس الدين. نورتي نورتي يا قمر. ده نورك يا عسل. انتي مش عارفة انا مبسوط قد ايه عشان وافقتي نخرج سوا. لا لا يا اخويا ما تعتبرهاش مقابلة ولا حاجة. انا بس من كتر ما انت زنيت عليا قلت اجي اشوفك انت عايز مني ايه. خير وحياتك عندي كل خير. ويطلع ايه بقى الخير بتاعك ده؟ بقول لك ايه انا مش فاضيه، انا يا دوبك معايا 10 دقايق وعايزه اروح. لا 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 10 دقايق ايه؟ ده انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله لك. ويطلع ايه الكلام الكتير ده؟ كلام كتير مش هينفع يعني تروحني من غير ما تسمعي كل ده. ده على حسب، لو انت طلعت محترم وبتفهم نعديها المره دي، طلعت قليل الادب وطلعت كسر اخلي يومك اسود من قرن الخروب. ايه ده ايه ده؟ ده انا اخاف منك بقى، ده انت متوحشه قوي. بس مع قليل الادب بس اللي ما بيفهمش. وانا وحياتك عندي مؤدب ومحترم قوي. بس بقول لك ايه، انا يعني يا ريت توافقي اشوفك مره تانية عشان خلاص العشر دقايق خلصوا. مالك يا راجل مش على بعضك كده ليه؟ عايزني اوافق على ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، ما تيجي المره الجايه نتقابل هنا وبالمره اعزمك على الغدا. على فكره بيعملوا اكل هنا حلو قوي وشكل المكان عجبك. عندهم سمك؟ اه احسن مكان بيعمل سمك. اصل انا بحب السمك قوي، بموت في الفسفور، اصلي طلعت برج الحوت. بجد؟ انا كده بقى عرفت انا ليه معجب بيكي. طيب ما دام هيبقى فيها سمك وفسفور وانا طلعت برج الحوت يبقى اراك امس باي سكر. هي المشية دي بقى اللي بيقولوا عليها مشية بتتمخطر. خير يا خالتي؟ قلقتين. خير يا روح خالتك ما تقلقيش. بس لك شيعتيلي بعد يومين يعني من جوازي فقلت اكيد في حاجة ضرورية. لا يا اختي ما فيش حاجة ضرورية، بس مش عارفة كنت اصلا انا كنت عايز اقولك ان جلال طلقي. طلعني؟ ازاي؟ زي الناس يروح خالتك، في ايه يا بت؟ ما يطلعك، ايه المشكلة يعني؟ ده مبسوط 24 قراه. ومين يروح خالتك اللي قال ان الراجل مش مبسوط؟ تالت ومتلت، ده حتى بعت لي جواب شكر على حد عندي علشان يشكرني على حسن اختياري ليك. امال طلقني ليه؟ عادي، طلقك يا اختي زي الناس. افهمي، جلال رجع بلده. هياخدك معايا يعمل بيكي ايه يا روح خالتك؟ وبعدين الجوازه كلها كانت في الكام يوم اللي هم فاضلين في اجازته. دي جوازه ايه بقى دي؟ دي جوازه الهنا. حتى شوفي بعت لك دول معايا. ها ايه رايك؟ خدش. ايه يا بيت؟ سيبك بقى جلال بلانيلا دلوقتي، خليه يغور. المهم عايزه اقول لك اني جايبه لك جوازه جديده، انما ايه سقعه. جوز ازاي وانا لسه في العد؟ عدت اهي روح العده يا بنت ما تعصبينيش. طب خد عدي معايا. هي دي النيله يا بنت؟ بقول لك عدي. وخدي دي كمان، دي ورقة جوازي من جلال. افتح الباب يا بنت يا فتحية عشان الناس جم. اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ، اتفضل اتفضل يا متر، بيتكم مطرحكم اتفضلوا. السلام عليكم يا حبيبي. اتفضل يا اهلا وسهلا، نورتنا النور ده.
هو ده العريس؟ لا يا اختي، ده الوكيل بتاعه. فين العريس بسلامته؟ العريس في اسكندرية، عنده شغل مهم، هو فاضل الكلام ده انتي اللي هتروحي له. بعد الوكيل يتجوز بداله؟ طب فيها ايه؟ ليه انتي فاكرة أي كلام؟ ده الوكيل ده حاجة جامدة قوي، وبعدين ده ياما اتجوز لي. ويحضر ليلة الدخلة بداله برضه؟ ايه؟ برطمي تقولي حاجة يا بت؟ بحسب. يا أهلا وسهلا. ان شاء الله يا حاج. الله يخليك يا متر. يلا يلا ابتدي اكتب العقد. يلا منورنا يا شيخنا.